قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه والعلماء العاملين به: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي عفو رب سامع محمد بن الجزري الشافعي: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. مخارج الحروف 17. على الذي يختاره من اختبر، للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها، والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل، والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا، لضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت اجعل، والراء دانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتا منه ومن، عليا الثنايا والصفير مستكن، منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفا، فالفاء مع اطراف الثنايا المشرفة، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة، والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قض حصر، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد، واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، والانحراف صححا في اللام والراء، وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا استطل. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. فرققا مستفلا من أحرف، وحاذرا تفخيم لفظ الألف، وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله، ثم لام لله لنا، وليتلطف وعلى الله ولض،
والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي. واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة نجتثت وحج الفجر. وبينا مقلقلا إن سكنا وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا. وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسطو يسقو. ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. والخلف في فرق لكسر يوجد والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا. وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلكم وقع. واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصا. وراع شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنتا. وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل رب وبلى. وأب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ. أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظى شواظ كظم ظلما. أغلظ ظلام ظفر انتظر ظما. أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى عظين ظل النحل زخرف سوى. وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعران ظلوا. يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة. والغيظ للرعد وهود قاصرة إلا بويل هل وأولى ناظرة. والغيظ للرعد وهود قاصرة. والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف سامي. وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم. واضطر مع وعظت مع أفضتم وصفها جباههم عليهم. وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختال من أهل الأدى. وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى. فعند حرف الحلق أظهر وادغم في اللام والراء لا بغنة لازم. وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون. والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا. والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبتا. فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد. وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة. وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذن
ثلاثة تام وكاف وحسن، وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن. وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطر ويبدأ قبله، وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب. واعرف لمقطوع وموصول وتا في المصحف الإمام فيما قد أتى، فقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا، وتعبد ياسين ثاني هود لا يشركن تشرك يدخل أن تعلو على ألا يقول لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما نه قطع مما بروم والنساء خلف المنافقين أمن أسس فصلة النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما لنعام والمفتوح يدعون معا وخلف الأنفال ونحل وقعا وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف خلفتموني واشتروا فيما قطعا أوحي أفضتم اشتهت يبلو معا ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزيل شعرا وغيرها صلا. فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف. وصل فإن لم هود ألا نجعلا نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم. وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا تحين في الإمام صل وقيل لا. ووزنوهم وكالوهم صل كذا من الويا وها لا تفصلي. ورحمة الزخرف بالتا زبرة ورحمة الزخرف بالتا زبرة لأعراف روم هود كاف البقرة نعمتها ثلاث نحل إبرهم معا أخيرات عقود الثانهم لقمان ثم فاطر كالطول عمران لعنة بها والنور. وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطر كل أول أنفال وأخرى غافر قرة عين جنة في وقعت فطرت بقية وابنة وكلمة أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. وبدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشد. والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله صلى الله عليه وسلم.